غابت التفاصيل حسام، ولكن ما وجدناه بأن عمليا اضطر المتحدث باسم الجيش أن يصدر إعلانين مقتضبين أنه يشن هجمات ضد قطاع غزة. أول بيان كان الساعة 11:30، أي قبل انتصاف الليلة الماضية، وبيان قبل قليل في ساعات الفجر يفيد بأن إسرائيل والجيش الإسرائيلي يشنون هجمات بشكل واسع النطاق، هكذا كانت التسمية والتوصيف، هجمات واسعة النطاق وتستهدف أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة. هذا ما ورد وما زعم به المتحدث باسم الجيش. على مدار الأيام الماضية الخمسة الماضية كان خلال الليل تصدر بيانات عن المتحدثين باسم الجيش يفيدون عدد الغارات التي شنت، الأهداف التي استهدفت، المناطق التي فيها تكثف الغارات. على سبيل المثال الليلة الماضية أصدر بيان خلال ساعات الليل أن الجيش يستهدف حي التفاح، وأن الجيش يستهدف حي الفرقان بشكل مكثف، مع أعداد محددة أنه يهاجم مثلا حي الفرقان على سبيل المثال الليلة الماضية أنه هاجم أكثر من 200 هدف. هذا حدث الليلة الماضية. هذا اليوم غابت مثل هذه البيانات، ولكن ما حضر هو أن هنالك هجمات واسعة النطاق تفرض وتشن ضد قطاع غزة، وتحت زعم أنها أهداف تابعة لحركة حماس، ليس فقط غراض من خلال الطائرات الحربية، لأن أيضا شهود عيان والمراسلون في غزة ينقلون أن الزوارق الحربية أيضا تستهدف غزة وتستهدف الشواطئ وميناء غزة، وبالتالي يبدو أن الاستهداف هو من الطائرات ومن الجو وأيضا من البحر. حسن.